مرحبا عائلة سارة ونايا، كيفكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد وفلوج مميز، لان اليوم راح ازور القنت مع مثل اخوتي، وتحديدا هو مكان قدير سريره شفاكم. شغلة، أول ما طلعت هيك كنت أنا لي هلأ تقريباً 4-5 أيام، أول ما طلعت رطوبة وحار وكنت فعلاً أدوخ من الحر. اليوم لأن القن حبيبتي. ماشي يا شيماء، أنا وأمل وشيماء حنقضي اليوم كامل مثير، مش بس القن، رح نعمل شغلة كتير حلوة. شيماء ورا الكاميرا بتصورنا، فحبايبي اشتركوا بقنواتنا، تابعونا على حساب الانستغرام وحساب بنتي نانا، لا تنسوا كمان موجود هون بالشاشة، وهيا بنا إلى القن. حركتنا الشهيرة 1-2-3 جيس باور. حبايبي المكان اللي حنروحه القن طلع بالقارة الآسيوية اسطنبول، يعني بعيد تقريبا شي ساعة، بس أنا كرمالكم عم بعمل هذا الشي لنشوف القن مع بعض ونشوف كيف كان التصوير شكله على الطبيعة. هلأ أنا عم بنتظر المترو، هلأ رح ماشي بحط المترو لنروح على القن وورجيكم إياه. وشعري أنا اليوم معفوس بس إن رطوبة وهيك حاليًا، شو بدي أسوي؟ حبايبي وصلنا هلأ القرية الآسيوية، القرية الآسيوية هاي اللي فيها القن، يعني احنا طلعنا من القرى الاوروبيه وجينا على القرى الاسيويه. هلا احنا ماشيين لنروح على القن، صراحه بعيد، انا ما توقعت هيك، واختلف صراحه الاسيويه تختلف عن الاوروبيه، بس فرحانه وبتحمل التعب وكل شيء عشان نشوف القن اللي مثل فيه مثل اخوتي. تقريبا ساعة مواصلات لساعة ونص وصلنا هلأ القن، هنشوفه مع بعض. أنا صراحة ما شفته، عيني لمعت هيك قلت أوه وصلنا، فيلا تعالوا معي. ها هو هذا القن، هيو هي الكرسي اللي قاعدة فيه إخوتي، الحديقة، وهذا بيت شنغول. لا ما بحبها، هي لسه حلوة صراحة بس أنا ما بحبها. شوفوا هاي حديقة شنغول، هاد الكراسي كي تقعد فيه شنغول والعم وقدير وإخوانه.
شفت القن، انا مصدومه جدا، ما توقعت هيك. حجمه كتير صغير، يا دوب يكفي شخصين بكتير، يعني عن جد الله يعينهم كيف صوروا كيف هيك. هو اكيد طبعا الكاميرات بتضخم، بس كتير كتير صغير. حاولت اقربلكم على قد ما استطيع، لكن عشان الناس اللي ساكنين طلعوا ناس ساكنين بشقه هذا الفيلا تبعيتهم، والقن تبعهم اصلا، وكل شيء مسكر عشان التصوير، بس انه قربت لكم من برا وهيك وعيشكم الاجواء. حتى الحديقه صغيره، الكرسي صغير، كله هيك مين تحسوه يعني. كنت متخيله يكون اكبر من هيك، بس طلع انه صغير. بس حبيت الشكل هيك، عجبت مثل المسلسل وهيك، وما اكيد كان بضبط المسلسل شغلات اكثر يعني، بس حبيت انه شفته هيك على الطبيعه. بنات جعتوا؟ اي والله بلش الجوع. والله بلش امل. اي والله كثير. هلا بعد ما خلص تصوير القن بدنا نروح نتغدى، بس المره هاي غدانا حيكون اكل لبناني مش تركي، فبدنا نغير يعني، اشتقنا للاكل اللبناني، فبدنا نروح نشوف المطعم يعني. وصلنا اخيرا على المطعم، ديكور المطعم بجنن، تعبنا كثير. بعد كم ساعه يا امل وصلنا المطعم؟ ساعه تقريبا. بدي مام شي ما عم بترتب حالها، فرطان الاخت بدها تنام، تعبنا وجوعنا وعطشنا، وهلا عم نستنى يجي الاكل. أمل طلبت، شو طلبتي؟ ما بعرف. فتة باذنجان؟ ايه. وشيمو شو طلبتي يا شيمو؟ أنا لسه ما وصلتني يعني. دايماً أخيرة. هاي فتة محمرة زاكية على مسؤولية، قلت له على ضمانتي يعني، فعجبتهم الحمد لله. فتوش وهاي المحمرة، هذا يعتبر زي أكل لبناني. يلا. يلا غصبا عنك. الحب الحب الحب. يا حبايبي روحنا البيت اخيرا، يوم طويل، يوم بجنن. هيكم شفت القن معي، ان شاء الله تكونوا حبيت الفلوج. اذا حبيت الفلوج ادعموا الفلوج لاكثر المشاهدات، كتروا اللايكات، كتروا التعليقات عشان يرتفع الفيديو اكثر. اشتركوا في قناه الزر الاحمر، اضغطوا عليه تنضموا لعائلتنا وتكبر عائلتنا، وقربنا كثير كثير على 900,000 ونحتفل في تركيا ان شاء الله. تابعونا على حسابنا الانستغرام، وانا ونهايه بنقول لكم بنحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي باي.